عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ألا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم شاشره كلا لما يقض ما أمره فجاز للإنسان إلى طعامه أن يشرب من الماء أصبه ثم شققنا الأرض شقا بنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحديقة غلبة وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل منه يومئذ شأن يقني وجوه يومئذ مشفرة ضاحكة مستبشرة وهجوه يومئذ علي غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. السلام عليكم.